هناك أنواع مختلفة من الحيوانات الهجينة في العالم، في حين أن بعضها غير ضار تماماً، فمن الأفضل عدم الاقتراب من البعض الآخر لأنها قوة مرعبة. من التهجين المجنون من النمر والأسد إلى الحشرات الأكثر عدوانية والتمساح الوحشي، في هذه الحلقة سأريكم هذه وغيرها من أخطر الحيوانات الهجينة. هيا بنا. لايجر. ربما يكون النمر والأسد من أقوى الحيوانات المفترسة في عائلة القطط. إذا قمنا بتهجينهما نحصل على اللايجر، الزعيم بلا منازع من بين جميع القطط. اللايجر هو هجين بين أسد ونمر، وهو أيضاً أكبر قطة على قيد الحياة اليوم. لقد دمج النمر أفضل صفات أسلافه، شجاعة ورشاقة الأسد ومهارات صيد النمر. بالمناسبة، على عكس الأسود، يحب اللايجر السباحة، وهو ماهر في ذلك مثل النمر تماماً. يعتبر اللايجر من أخطر الأنواع الهجينة على هذا الكوكب. أولاً، يجري فيه دم اثنين من الحيوانات المفترسة القوية. ثانياً، يتعين على أي شخص أن يحسب حساب حجم اللايجر. إذا كان وزن الأسد البالغ 250 كيلوغرام، فإن وزن اللايجر يتجاوز 300 كيلوغرام أو حتى 400 كيلوغرام. يبلغ طول النمر حوالي 3 أمتار، ولكن قد ينمو اللايجر إلى 4 أمتار. أكبر نمر وبالتالي أكبر قط في العالم هو هرقل، يبلغ وزنه 450 كيلوغرام، وهو ضعف وزن الأسد المتوسط. يبلغ ارتفاع وقوفه على رجليه الخلفيتين 3.7 متر وطوله 3.6 متر. يأكل أكثر من 9 كيلوغرامات من اللحوم كل يوم. على الرغم من أن العلماء يعتقدون أن هرقل يمكن أن يلتهم ما لا يقل عن 45 كيلوغرام يومياً، في هذه الحالة كان سيسمن حتى 700 كيلوغرام، وسيكون أكبر ب3 مرات من الأسد. لحسن الحظ يعيش في الأسر فقط، لذلك لن تصادف هذا الهجين الخطير في البرية أبداً. تايغون. في حين أن النمر هو هجين بين أسد ونمر، فإن التايغون هو على عكس ذلك، هجين من نمر ولبؤة. تشبه هذه الحيوانات اللايجر، لكنها تختلف في نمطها المخطط الذي ورثته عن والدها. هناك أيضاً بقع في تلوين تايغون من والدتها. إن تايغون ليس كبيراً كالتايجر، ويزن حوالي 150 كيلوغرام، لكن بالرغم من أنه يعيش في الأسر، إلا أن مزاجه العنيف يتجلى في كثير من الأحيان. يمكن أن يصطدم باللايجر، وهنا بالضبط مثل هذه اللقطات. على الرغم من أن المعركة انتهت بسرعة، فقد تمكننا من رؤية أن التايغون قد احتل المركز الأول وأبقى النمر العملاق على الأرض لبضع ثوان. أنا متأكد من أن التايغون لن يكون له مثيل في البرية. نحل إفريقي. من غير المحتمل أن يحب الكثير منكم النحل. هذه المخلوقات تطن بشكل سيء، إنها مزعجة في موسم الصيف، والأسوأ من ذلك كله اللدغة. حتى لسعة نحلة عادية غير سارة، لكن لدغة نحلة إفريقية يمكن أن تكون قاتلة، ربما تكون أكثر الهجائن عدوانية وفتكاً في الوجود. النحل الإفريقي مزيج بين نحل عسل الأراضي المنخفضة في شرق إفريقيا والعديد من النحل الأوروبي. تم تربية الهجين في الخمسينيات من القرن الماضي في البرازيل، لكن التجربة أصبحت رعباً حقيقياً. في أحد الأيام انطلقت 26 عائلة من هذا النحل تماشياً مع أفضل تقاليد أفلام الرعب، من المختبر إلى البرية. هناك تحوروا وتضاعفوا وأصبحوا مهاجمين لا يمكن السيطرة عليهم. انتشروا من أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية واستولوا على جزء كامل من العالم. الآن يهاجم النحل الإفريقي الماشية والبشر، ويقومون بذلك بشكل أكثر عنفاً من نظرائها العاديين. هذه الحشرات تلاحق ضحاياها وتلدغها حتى النهاية. النتيجة هي عدد كبير من الحالات المميتة. لقد وقع بالفعل عدة مئات من البشر والحيوانات ضحية لهذه المخلوقات. ليس مستغرباً أن يكون لهذا الهجين اسماً رناناً أكثر، النحلة القاتلة. التمساح الكوبي الأمريكي. أمريكا تعاني ليس فقط من هجمات النحل المجنون، أيضاً من وحش التمساح. التمساح الكوبي الأمريكي نتيجة تهجين طبيعي. الأول يسكن كوبا، ويبلغ طوله أكثر من 3.5 متر، ويزن أكثر من 200 كيلوغرام. تم العثور على هذا التمساح الأمريكي في أمريكا الجنوبية والشمالية، ويصل طوله من 4 إلى 6 أمتار، تصل كتلة الذكور إلى طن. كما تعلمون، فإن التمساح الكوبي الأمريكي هجين كبير وخطير، استوعب كل الصفات الأكثر فظاعة لوالديه. الحجم
الحجم الهائل للتماسيح الأمريكية والعدوان غير المقيد من الكوبيين. حتى الآن لم يلاحظ العلماء سوى عدد قليل منه حول كوبا والولايات الجنوبية من أمريكا، لكنهم يقولون بالفعل إن الهجين الكوبي الأمريكي يمثل تهديداً للبشر وكذلك لأسلافه. يبدو أن العملاق الرئيسي في عالم الزواحف تمساح المياه المالحة، لديه منافس نظير على الجانب الآخر من العالم. كاي وولف. الكاي وولف هو هجين أمريكي خطير آخر. يتضح من الاسم أن الهجين يحتوي على دم نوعين من الذئاب، هما من الحيوانات المفترسة القوية والشرسة. تم العثور على الهجين في شمال شرق الولايات المتحدة وجنوب شرق كندا. إنها أصغر من الذئاب العادية، لكن حوالي ضعف حجم الذئاب البرية. هذه الحيوانات لديها عدوان الذئب والقدرة على الصيد في مجموعات. هناك أيضاً سمة واضحة، الكاي وولف لا تخشى دخول المناطق المأهولة بالبشر. عادة ما يعاني المزارعون الذين غالباً ما تتعرض مواشيهم للهجوم من قبل الكاي وولف. تصطاد الهجينة في مجموعات، لذا فإن الهجمات على الأغنام والماشية في وضح النهار أصبحت سلوكها الطبيعي. لحسن الحظ فإن هجمات الذئب على البشر تكاد تكون معتومة، لكن هذا لا يعني شيئاً. من المحتمل أن يكون الكاي وولف خطيراً على البشر كالذئب الرمتي. لا يمكن وصف جميع الحيوانات المهجنة بأنها خطيرة، ربما يمكن وصفها جميعاً بأنها مذهلة. بعضها فريد من نوعه وغير معتاد بحيث يصعب تصديقه. دعنا نلقي نظرة عليها أيضاً. ابقى معنا لترى التهجين بين فرس النهر والتمساح، وتعرف على سمكة قرش هجينة فريدة من نوعها، وشاهد الحوت الأسود المدهش.